ده انا اتنفضت على الاخر، مفيش حتى في الجيوب مفاتيح العربيه مش لاقيها. انا لقيتك زي ما انت كده، لا مفاتيح ولا عربيه، شنطتك هنا بينا على بيتي. تقومي تجيبي لي طريق فينا؟ تقومي تجيبي لي طريق فينا؟ ده انتوا بيتكم متقشع في الراس، دخلتيني ازاي؟ ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش خواف كده. ايه اول مره؟ ايه احنا يا ست سيبيني في حالي بقى، سيبيني في حالي بقى، ممكن زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا، انا مش ناقص مشاكل. هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعية دي؟ ايه بنت السقعية اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. يا نهار اسود بابي. الرئيس لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بيبي. لحظه يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ حاضر يا بابي. يا عمر انت رايح فين؟ هات امك. يا بابي حاضر. صح يا بيبي. حاضر يا بابي. ازيك؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش، بس انا كنت داخل اخد شاور بس. طيب طمنيني عليك، عامله ايه؟ انا كويسه، انا كويسه الحمد لله، كله تمام كله تمام يا بابا. انت اخبارك ايه؟ اخبار الشغل ايه؟ مال وشك اتغير كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه. مش ربيع؟ ربيع انت مش عارف ان احنا عندنا ميعاد ومتاخرين. يلا بقى. لا لا مش ربيع، يلا كل انت يا ابني انت سيبها، ده تبعي. عمر خد بالك هتقع.